وزي ما اتعودنا معاكم في يحكى لنا ان دايما بنقدم لكم كل جديد وبنقف عند كل التجارب الادبيه المختلفه، عشان كده معانا النهارده عن طريق زوم الكاتب الاستاذ خلف جابر اللي هنتكلم معاه عن كتابه الصوتي اسطوره احمد خالد توفيق، واللي قام بالاداء الصوتي ليه فنان، والحقيقه هو فنان يمكن محبوب جدا جدا ومحقق نجاحات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، هو الاستاذ احمد امين. اهلا بحضرتك استاذ خلف. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، وطبعا انا برحب بحضرتك عن طريق زوم في برنامجنا يحكى لنا، وببارك لحضرتك كمان على التجربه الجديده المختلفه اللي حضرتك قدمتها. الله يبارك في حضرتك، شكرا. خلينا نتكلم شويه عن اختيار حضرتك لاحمد خالد توفيق، وهو طبعا اسطوره في حد ذاتها، وزي ما حضرتك كتبت او زي ما حضرتك اطلقت عن الكتاب الصوتي اسطوره احمد خالد توفيق. كلمني شويه عن احمد خالد توفيق وليه احمد خالد توفيق. الحقيقة الدكتور أحمد خالد توفيق كنموذج أدبي وإنساني هو نموذج أدبي مؤثر في شرائح قرائية وعمرية كبيرة جدا على امتداد عقود، يعني طبعا ده شيء بس خلاه يصبح ظاهرة أدبية وثقافية تستحق الرصد وتستحق الدراسة. صحيح، بالتالي كان الاهتمام من قبل شركة ستوري تيل للكتب الصوتية إن هي تحول هذه السيرة أو تحاول توثقها أو تسجلها، فاقترحوا علي القيام بهذا المشروع يعني أو بكتابة المشروع، وبالفعل عملت على كتابة المشروع لفترة يعني من الزمن مش قليلة، فترة كبيرة جدا، تنوع مصادرها يعني، إلى أن استكملت كتابة الأسطورة دي. أسباب عدة يعني لكتابة الأسطورة، يمكن منجزه الأدبي الكبير اللي يستحق طبعا التقدير ويستحق الاحتفاء ويستحق الإشارة ليه، طبعا بالإضافة كمان لمشواره الأدبي الكبير أكيد وسيرته اللي تستحق إن هي تحكى أو تقدم كنموذج للشباب اللي بيبدأ لسه طريقه في الأدب. حقيقي فدكتور أحمد خالد توفيق هو سيرة من الإبداع والاجتهاد والعطاء المستمر والإخلاص لمشروعه، يعني هو شخص صحيح طول الوقت قادر على الإخلاص لما يحب ولما يقدم يعني. فبالتالي ده نموذج يستحق إن هو يتقدم لكل شاب أو لكل شخص بيبدأ في مسلك جديد أو في درب جديد أيا كان هذا الشيء، سواء أدب أو كتابة أو غيره. فبالتالي هو نموذج إنساني وأدبي يصلح تقديمه أو يجب تقديمه كمان صحيح للاقتداء به. فبالتالي صحيح. من هنا كانت الانطلاقة وكانت الاختيار الدكتور أحمد خالد توفيق تحديدا يعني. ليه كتاب صوتي يا أستاذ خلف؟ وهل ممكن الكتاب الصوتي ده يتم تحويله إلى كتاب ورقي زي كتابك اللي فات مثلا ألف سيرة وسيرة؟ ليه كتاب صوتي؟ هي محاولة طبعا، لأن الكتاب الصوتي ربما أو قد يكون هو مستقبل النشر، مش عايز أقول في العالم العربي لكن في العالم، لأن بعد ما حدث من جائحة كورونا ومن أزمة الحرب مثلا الروسية الأوكرانية وما واجه العالم من صعوبات، سواء على مستوى الحركة أثناء أزمة كورونا أو على مستوى العوائد المادية أو مثلا تكاليف النشر فيما بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. فبالتالي العالم بدأ يبحث عن بديل لفكرة صناعة النشر دي، وبديل أرخص وأسهل في النقل. ايوه فبالتالي من هنا جاء رواج الكتاب الورقي طبعا ومستقبل الكتاب الورقي كبديل سهل الإصدار أو سهل الطباعة نفسها أو التداول برضو أو النقل من بلد لأخرى، وبعد برضو ارتفاع تكاليف الكتب أو الاختلاف ارتفاع تكاليف الورق نفسه وما شاهد من ارتفاع اسعار مؤخرا يعني. فليه كتاب ورقي؟ لانه هو المستقبل، لانه هو اللي جاي بشكل عام يعني، ربما او قد يكون يعني، هذا توقعي. جميل. ليه او يعني هل من الممكن ان الكتاب الصوتي يتحول لكتاب ورقي؟ بالفعل قد يكون الكتاب الصوتي او يتحول الكتاب الصوتي لكتاب ورقي، زي مثلا الف سيره والسيره، الكتاب اللي فات كان نزل كتاب صوتي وبعد كده طبع او صدر في نسخته الورقيه. احمد خالد توفيق او اسطوره احمد خالد توفيق هو حاليا بياخد ممكن نقول مرحلته من خروجه في شكل الكتاب الصوتي، ممكن مع الايام قدام يعني، وقد يكون ايام مش بعيده يعني، يصدر ان شاء الله نسخته الورقيه يعني، وبالفعل في عروض يعني لتحويله لكتاب لتحويله الورقي. من كتاب صوتي إلى كتاب ورقي. جميل. نتكلم عن أحمد أمين واختيارك للأستاذ أحمد أمين، وأحمد أمين طبعا من الفنانين اللي محققين نجاحات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت.
بص، مش عايز اقول ان الموضوع كان اختيار لاحمد امين، لكن هي كان في ترشيح، يعني لاحمد امين ترشيح كبير، واحمد امين فنان كبير مناسب كمان للعمل، يعني اضافه لنجاحاته الشخصيه ولما حققه من جماهيريه ونجاح في الفتره الاخيره. احمد امين كمان بيتمتع بثقافه كبيره جدا، يعني طبعا هو احد تلاميذ دكتور احمد خالد توفيق واحد قرائه، ربما هو ليه صور ما قبل تنفيذ ما وراء الطبيعه، تأكيد على إن الراجل بتجمع وبيه علاقة شخصية، وأحد قرائه يعني وهو فنان مثقف جدا الجدار يعني. طبعا وبيكتب فبالتالي كمان ومبدع ربما يعني. اقترانه بأسطورة ما وراء الطبيعة مفهوم. جعل من ترشيح أحمد أمين اختيار مناسب للعمل. وأنا بالفعل بأكد دايما إن أحمد أمين أضاف للكتاب الصوتي الخاص بيا يعني إضافة كبيرة جدا على مستوى التقديم وعلى مستوى الجودة، وبالتالي او بالذات يعني ان الكتاب اللي انا كتبته كان فيه بعد درامي كبير، ما كانش مجرد حكي عن دكتور احمد خالد توفيق، هو كان فيه سيرة موازية وكان فيه عالم درامي وشخوص مختلفة، فبالتالي كان الانسب لي ان يقرأه ممثل وليس قارئ كمان للكتب الصوتية، لان فيه تنويعات مختلفة وشخوص مختلفة لازم تتقدم بطرق يعني توضح الفروق ما بين الشخصيات دي. فبالتالي اختيار احمد امين لكونه ممثل كان اختيار مناسب للعمل، طبعا واختياره لشخصيه الدكتور احمد خالد توفيق تحديدا كان جعل الاختيار يعني افضل بكتير يعني. جميل استاذ خلف، انا سعيده جدا بتجربه حضرتك، سعيده اكتر بمشاركه حضرتك معانا النهارده في حلقتنا في يحكى أنا عن طريق زوم. الف مبروك على اسطوره احمد خالد توفيق، والف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك، شكرا ميرسي، لحضراتكم. بشكرك.